دوات. اليوم وسام الحسن، وبالأمس شهداء ثورة الأرز، وغدا من؟ هل ننتظر سقوطنا وسقوط كل الأحرار في هذا البلد واحدا واحدا؟ هل ننتظر سقوط الوطن؟ اغتال وسام الحسن ليستكملوا جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وكل شهداء ثورة الأرز وكل شهداء الأحرار. اغتال وسام الحسن ليمنع التحقيق الدولي والمحكمة الدولية من الوصول إلى كشف الحقيقة كاملة وإدانتهم بشكل كامل. اغتال وسام الحسن ليخدعوا كل من لم يستسلم لإرادتهم بعد. اغتال وسام الحسن لأنه أدار جهازاً أمنياً لبنانياً فعلياً يسعى إلى بناء دولة لبنانية فعلية تحمي المواطن اللبناني بشكل فعلي. اغتال وسام الحسن لأنه كشف مخطط الفتنة المصدر بواسطة الوزير والنائب السابق ميشيل سماح، كما كشف عملاء إسرائيل لدى مدعي العفة والطهارة والمقاومة والسيادة. اغتال وسام الحسن لكشف أمن لبنان واللبنانيين على أمل بقائهم وبقاء معلمه المتهالك صاحب نظام القتل والإجرام في دمشق. إن اغتيال وسام الحسن يأتي في سياق قمع أي رأي آخر أو تصرف آخر أو تحرك آخر لحساب التسلط والرأي الواحد والوصاية الدائمة على أفراد الشعب اللبناني، إنه فعلا تظهير للصراع الحقيقي في لبنان في السنوات الأخيرة، إنه صراع بين الخير والشر. أيها اللبنانيون، إننا إذ ننعي إليكم اليوم بكامل الأسف اللواء وسام الحسن والشهداء الذين سقطوا في تفجير البارحة في 19 تشرين الأول 2012 في الأشرفية، أشرفية البداية والصمود والمقاومة الحقيقية، وانطلاقاً مما تقدم وواعياً منها لمسؤولياتها الوطنية، تدعو القوات اللبنانية وبناء على ما تم الاتفاق عليه مع كافة مكونات 14 أدار إلى الآتي: أولاً، تدعو الحكومة الحالية إلى الاستقالة فوراً، لأن علة وجودها الوحيدة حصراً وبادعاء فرقائها بالذات وهي تأمين الاستقرار قد انتفت كلياً مع اغتيال اللواء وسام الحسن وكل محاولات الاغتيال والأحداث الأمنية التي سبقتها. إننا ندعو من هم أصحاب كرامة وعزة في هذه الحكومة، وبالأخص الأصدقاء وزراء التقدم الاشتراكي، إلى الاستقالة فوراً تحملاً للمسؤولية ولعدم الاستمرار في تغطية واقع مجرم سفاح أصاب البارحة مقتلاً في البلد ويهدد بالأعظم بعد في حال الاستمرار بتغطيته. ثانياً، الطلب من المجتمع العربي والدولي تحمل مسؤولياته تجاه الشعب اللبناني وحقه في السيادة والاستقرار برفع الغطاء عن هذه الحكومة التي فقدت أي مبرر لوجودها. ثالثاً، تعليق كل الاتفاقات الأمنية والعسكرية والقضائية مع سوريا، وطرد السفير السوري في لبنان فوراً، والمطالبة بتطبيق قرار 1701 كاملاً عبر نشر قوات دولية على الحدود اللبنانية السورية. وكخطوة أولى على طريق ممكن أن يكون طريق الألف ميل، أدعو أفراد القوات اللبنانية ومناصريها كما شعب 14 أدار وكل الأحرار في هذا البلد إلى المشاركة الكثيفة بأعلام لبنانية فقط في الجنازة الشعبية التي تقام يوم غد الأحد 21 تشرين الجاري 2012 في بيروت للواء الحسن وشهداء تفجير الأشرفية ابتداء من الساعة 1 بعد الظهر. يا أبناء ثورة الأرز وأحرار لبنان، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. إن المسيرة مستمرة في وجه يد الغدر والخيانة والإجرام حتى النصر، حتى لبنان حر سيد مستقل مستقر. عاشت القوات اللبنانية، عاشت ثورة الأرز، يحيى لبنان.